السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا بخير وبصحة جيدة اخوان. اليوم ان شاء الله جيتكم بالنباتات المحفزة اللي تتحفز لنا طائر الحسون، لا نسبة التحفيز ولا نسبة تعطيه قوة وتطهير كذلك، يعني تنحسبو حتى هي تطهير بالنسبة للطويرات. وكما اللي بغيت نوصل الاخوان ديالي هو بالنسبة لي انا في هذه المرحلة هذه باش نعمل مع الطويرات، واش بالفواكه والخضار ولا بالنباتات البريه. كما تتشاهدوا اللهم بارك، يعني هذا الشيء راه جميل جدا، الشفاف الحريق انواع النباتات. بالنسبه لي الاخوان ديالي انا حاليا ما تنخدمش بفواكه، ما تنخدمش بالخضار، يعني الصراحه هي هذه الطريقه اللي تنخدم معاهم، تنخدم بالنباتات بريه طبيعيه ربانيه، بما يعني ان هاد النباتات او هاد الحشائش مخلوق ما تنزرعوهاش حنا، انما تنبت لوحدها، تجي من يعني طبيعيا، وهنا ما تكونش فيها مبيدات حشريه، ما تكونش فيها اي عنصر يعني من صنع الانسان، انما تنبت بشكل طبيعي طبيعي جدا. وواحد المساله الاخوان، هاد النباتات البريه اللهم بارك راه القيمه الغذائيه ديالها والخصائص والعناصر ديالها راه اكثر من الخضر والفواكه الاخوان، اكثر 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 بكثير من الخضر والفواكه. يعني كاين بعض الاخوان تعتمد على التفاح، بروكلي، الجزر، الخص، هاد المسائل وتنسى خاصه انتاج طائر الحسون. تيبغي هاد النباتات الاخوان، تبغي يعني خليط من النباتات والطبيعه، راه اللهم بارك غنيه غنيه بهاد النباتات. كاين اللي تقدر تواجد عنده، كاين اللي يعني تواجد عنده بانواعها بالكثره ديالها، وكاين اللي تواجد عنده انواع، ولكن بالنسبه لي الحمد لله الاخوان تبغي نخدم بالتفاف، عند التفاف اللهم بارك. وهذا كما تتشاهد الاخوان كي تيقول لي الهنديباء، وهو ماشي الهنديباء، دابا نعرفو بالهنديباء، التفاف تيجي طويل بهاد الشكيله هادي، كاين الحريق اللهم بارك. والحريقه الاخوان راه شنقول الاخوان ديالي، راه ما شاء الرحمن على الحريقه، شي حريقه لوحدها راه ما شاء الرحمن. بالنسبه لتخصيب البيض، الهيجان الطائر، قوه قوه. علاش نقول الاخوان ديالي النباتات البريه فوقون الخضر والفواكه، يفوقونا، وخاصة طائر الحسون تيحتاج هاد الشيء. والحمد لله الطبيعة يعني في هاد المرحلة هادي راه اللهم بارك، فصل دخول فصل الربيع راه اللهم بارك، أنواع وأشكال ديال النباتات البرية، يعني هانتوما كيما تتشوفوا الإخوان، كاين هاد رزيوان بري، كاين جرجير تا هو بري، وكيما تتشاهدوا الإخوان كاين نبتة السانسو، دايرها بحال التفاف، تدير واحد الشا واحد الروايصات ديالها. نوع آخر ديال بحال الجرجير تاهو بحال التفاف، وفيه بحال الشوك، كذلك تدير لنا واحد الحليب هنايا، يعني اللهم بارك الإخوان. كاين في الطبيعة، كاين من نقدمو للطويرات، من الأفضل ما نحرموهمش، كيما قلت الإخوان ديالي ما نحرموش الطويرات ديالنا من هاد النباتات، إلا بغينا نوصلو لقمة قمة الجهوزية، بيض مخصب، صحة، تعطيو قوة للمناعة للفراخ ديالهم من تياكلو هاد النباتات وتطعمهم بهم، يعني هانتوما حشرة المن كذلك. دابا نتكلموا عليها ان شاء الله، يعني هاد النباتات اللي قدمناهم للطويرات ديالنا راه اللهم بارك يغنينا كثيرا عن الخضر والفواكه. والانسان اللي بغى يدير انتاج الحصون خص يعتمد على هاد المسائل هادو، يعتمد عليهم ويخدم بهم، يحاول يخدم بهم ويحاول يوفرهم الطيور ديالهم. هذا كذلك اخوان زيوان بري، ان شاء الله دابا نديروا عليه شي موضوع حتى هويا ونعرفوا عليه اكثر. هذا هو اللي كاين الاخوان، المدرسة الطبيعية
وخاصة طائر الحسون ما تحتاجش منا، يعني قدر بعض الإخوان نقول لك في الطبيعة راه تياكل الخضار والفواكه، أي راه تياكل الخضار والفواكه، ولكن تياكل الحشائش ديال الأرض أو النباتات اللي تكون في هذا الفصل هذا تقتات عليها كثير. وهي كاين أنواع شوكيات، كاين أنواع ديال النباتات، يعني الإنسان لا توفروا لي خاصة نبتة الشفاف والجرجير، وعندنا الحريق حتى هي، يا الحريق حتى هي اللي توفرات، راه اللهم بارك. وهذا هو اللي بغيت نوصل الإخوان ديالي، الطريقة اللي تمشي مع الطويرات ديالي حاليا، تنتعامل معاهم بالنباتات البرية، وتنحاول نجيبهم ونقدمهم للطويرات ديالي، وإن شاء الله راه تيكون البيض مخصب قوة في الهيجان، كما قلت لكم فراخ مناعة قوية. ونهاركم مبروك ومسيرة موفقة للجميع، ونتمنى من الله يعني يكون وضحت هذا الأمر هذا، والله يسر الأمور. السلام عليكم ورحمة الله.